مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. ننام خلالها. حفلة للنوم؟ وكيف لأحد أن يمرح إذا كان سيذهب إلى حفلة للنوم؟ سأعرف عندما أصل إلى هناك. نات يذهب، نات يذهب، نات يذهب. لقد ذكرت كريس أليس شيئاً عن البيتزا. بيتزا؟ سنحصل على البيتزا، 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 البيتزا. لا أعتقد ذلك، فهناك أمر واحد أعرفه، هو أن الإخوة غير مدعوين. ماذا؟ سمعت ذلك يا ناد؟ بيتزا. لاحقاً. من قال إننا بحاجة إلى دعوة؟ نعم، وما هي الدعوة؟ حتى الساعة 6:25 نهتم بشعرنا، ومن حينها حتى الساعة 6:50 نضع أقنعة من الوحل على وجوهنا. هذه قصص مرعبة. قصص عن الأطياف؟ هذا سخيف، كيف يمكننا أن نروي قصصا عن أشياء غير موجودة؟ أيتها الفتيات انتبهنا، اسمعا عن إذنكما. لما هذا؟ مستحيل. كان بإمكانك أن تطلبي باللطف. أها، كريس أليس تريد أن تكون الرئيس. لدينا برنامج حافل. شكراً، لقد سمحت لنفسي بتحديد برنامج كل واحدة منكن، وستجدنه تحت الوسادة. بها الأسبوع الماضي. تقصدين القرن الماضي؟ ثانياً، لدي فكرة أفضل. مكتشف الأطياف. بيتزا، 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 بيتزا. حسناً، سيكون هذا مسلياً. أنا أحب المطر. مكتشف الأطياف؟ لطالما أردت أن أرى طيفاً. ندخل من هنا. هل أنت متأكد؟ إنها مذهلة، وكيف نلعبها؟ أولاً نهيئ الأجواء.
السهم يدور، نختار ورقة، يمكننا مناداة الطيف الذي نريد. من سيبدأ أولاً؟ لا أريد أن أكون مفسدة للحفلة، خصوصاً إذا كانت حفلتي. فإذا كنتن تردن حقاً اللعب فسنلعب، ما دمتن تعرفن أنه حتى إن رأيتن شيئاً فإن هذا ليس سوى خدعة من مخيلتنا. حسناً، أنا سأبدأ. الطيف المومياء. 1، 2، 3. من الظلمة قرب هرم مصر نسمع باباً يصر ليفتح أمام سرداب غامض ومظلم تلفه الثياب. خرج طيف المومياء قرابة العصر. دورك كريس أليس. طيف الأسد. 1، 2، 3. لماذا لم نفكر في الباب الأمامي أولاً؟ من بعدك. من بعدك. يطوف المكان خلسة من دون أي صوت، سيطاردنا ويقضي علينا. هذه سخافة، من سمع يوما بطيف أسد؟ الأسد الطائف؟ أوه، لحظة واحدة، إنه ليس الأسد، إنه السيد ويسكرز. علمت أن هناك تفسيراً منطقياً. على ما أظن أعتقد أنني تركت شيئاً في حقيبة نومي. يا للسخافة. حسناً كريبي، حان دورك الآن. كريبي 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 كريبي. أجنحة الظلمات، طيف الفراشة. حسناً الآن فليتمسك الجميع برأس طيف القرية العظمي. أغلقنا أعينكن وركز. يا للخسارة، ستجلسن وتلعبن لعبة البيوت المسكونة فيما تبرد البيتزا. من هو غبي لدرجة أنه يؤمن بوجود الأطياف؟ ها؟ ها؟ مذهل، لدي فكرة رائعة. قال رائعة. مرفرفة بسرعة في السماء، مرفرفة بجناحيها البيضاوين الكبيرين. أيها الطيف تعال، هيا تعال. لم يحصل شيء بعد. لربما الفراشة الطيف لم تسمعنا. إن هذه أكاذيب، لا أعلم لماذا أحضرت اللعبة. أرجوك، أنت طلبت ذلك. مهما يكن، الآن وقد انتهت اللعبة أصبح بإمكاننا العودة إلى برنامجنا المخطط. كريس أليس، هل في برنامجك ظلال مخيفة؟ انتظرنا لحظة، أشم رائحة فاخ. أعتقد أنه نات. لقد خدعناهن تماما. أين الفراشة المزيفة؟ فراشة الطائف؟ أنا سويفت وأنا في خدمتك. أنا متفاجئة، فأنا لم أرك من قبل، ظننت أنني أعرف كل الحشرات. كنت أعيش في منزل دويزوان. حقا، فهذا منزلي. نعم، تعيشين فيه الآن، لم يكن هناك من أي إنسان هناك سابقا. يجب أن تقوم بزيارتي. يا سرني ذلك، ففي الواقع من الرائع زيارة أحد المنازل القديمة. وداعا، أراك لاحقاً. حفلة مرعبة، من أكل بقي الأنشوفات؟
الفراشات ليست أحادية اللون كما يظن الكثيرون، يشبه بعض أقرباء الفراشات هذه تماما، فهذه الألوان تساعدها على الاندماج في بيئتها وتحميها من المفترسين. إذا كنت مخفيا فأنت بأمان.